خدها من دخلات انت من اول. ما لازم بقى نشعل الدنيا شويه انت عارف. ذكي. الله يخليك كابتن ضياء، وحشني جدا. ربنا يخليك. كابتن ضياء بينزل لك تصريحات على بعض الوكالات العالميه عالميه زي مثلا الوكاله الالمانيه، ويعني بتقرا كده الخبر تحس ان هو مش صح، فحرصنا ان احنا نجيب حضرتك عشان توضح برضو القصه وما يبقاش اي حاجه بتتكتب. هو الخبر بس في مصر. بالظبط. انضمام ابو تريكه، موضوع انضمام ابو تريكه لمنتخب مصر. والله انا من ساعه ما اتسالت، انا بقالي اسبوع بتكلم في البرامج وبتكلم في كل مع كل الناس ومع الاخوه الافاضل في كل المواقع، وبتكلم مع صحفيين الاخوه الافاضل برضو. انا قلت من اول يوم والراجل عرف العقوبه اداني كده اوردر كده امر كده، قال لي ما فيش حد من الجهاز المعاون يتكلم خالص من الصف كله يتكلم في موضوع ابو تريكه لحد ما يجي. هو وصل بالسلامة النهارده. وانا اللي هنقعد بعد ما نقعد مع بعض، انا اللي هتكلم في موضوع ابو تريكه. هو الكلام كان واضح وقلته وقلت للناس، وما في لا انت تلاحظ الفتره اللي فاتت مفيش حد خالص من الجهاز اتكلم. ايوه. وانا لما كنت بتسائل بقول نفس الرد ده، ولا قلت هيستبعد ولا قلت هينضم، ما قلتش حاجه خالص وقلت الحقيقه. يعني انا بقول الحقيقه بالظبط للناس اللي هي اتقالت، وده فعلا هو اللي حصل، ده اللي حصل بالظبط. لكن انا ما اتكلمتش وما اعرفش الوكاله جابت منين الخبر. انا ما اعرفش، مع احترامي ليهم يعني. لكن هتكرروا قصه انضمامه من عدم انضمامه في قعدتك مع مستر برادلي ان شاء الله. يعني يعني ما كانش بكره يبقى بعد بكره، لكن هي ان شاء الله هو هيقرر ده وهو اللي هيقول ده وهو اللي هيعلنه للناس. مستر برادلي وصل النهارده للقاهره، وكان في اشاعات بيقول لك مستر برادلي مش هيجي والازمه السياسيه. ما هو عادي، ما هو اصل المشكله في انه الخبر اللي بيتكتب بيتنسى ثاني يوم او بيتشال بعد ساعه، بس هو بيتكتب بيعمل ضجه شويه. لكن مهم جدا زي ما انت بتعمل كده، احنا انا بطلع وبوضح الحقيقه وبقول علشان برضه الناس تبقى، في ناس كثيره يهمها انها تعرف الحقيقه، هي دي الحقيقه بالظبط. تمام. يعني مستر برادلي رجع القاهره، وصل خلاص. وصل خلاص. وصل. طيب تمام. هيكون في قعده قريبه كابتن بكره، انا سامع ان في قعده بينك ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، يعني تكون بكره باذن الله عشان نحسم كل الامور ونشوف معسكرنا اللي جاي. تمام. ونشوف لاعبتنا ونشوف اخر مستجدات بالنسبه لمباراه البرازيل وتونس. خلاص 12 و16 اكتوبر المفروض ان شاء الله انه 12 و16 تونس بعثت الرد بالموافقه على انه 16 ان شاء الله. بالنسبه للبرازيل توقيع العقد دلوقتي انا عارف انه مع لجنه التسويق ومع لجنه التعاقدات. بيزودوا بند يشيلوا بند، بيزودوا بند يشيلوا بند، لكن انا ما عنديش فكره ايه اللي بيتم، لكن انا بطمن كده كل شويه منهم دول الامور ماشيه بشكل كويس. طيب تمام. بالنسبه لانضمام بعض اللاعبين من خلال مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك اتلعبت في دوري ابطال افريقيا، وتالق بعض اللاعبين زي محمد ابراهيم زي شريف اكرامي، يعني سمعت ان الجهاز الفني سعيد باداء لعيبه الاهلي والزمالك في المباراه اللي فاتت. والله طبعا انت عارف احنا بنتلك في اقامه اي مباراه. وكنا يعني تلاقي كل الناس حتى يعني فرحانة بإقامة المباراة، وتلاقي الناس فرحانة إن المباراة اتلعبت وكان فيها فرص ضايعة هنا وفرص ضايعة هنا. فبرضه موضوع اللعيبة هيبحث غدا، وهو الراجل برضه شاف المباراة وتابعها وإحنا شفناها وتابعناها، وكله هيبقى كل الناس هتبقى مطروحة، الأسامي مطروحة لبكرة، هنقرر بكرة أو بعده نقرر على أساس المعسكر اللي جاي إن شاء الله، بالإضافة للمحترفين الحمد لله كلهم ماشيين بشكل كويس. الحمد لله. ان شاء الله بكره هتكون في الفرح بالليل؟ طبعا هشوفك ان شاء الله وتاخد الاخبار كلها. خلاص بكره ان شاء الله كابتن ضياء، ان شاء الله فرح بنت كابتن حماده صدقي طبعا. ان شاء الله ربنا يكرمها كده ان شاء الله. عقبالك ابو علي. الله يخليك يا كابتن. عقبال علي بقى. ربنا يخليك. طب اخر حاجه بقى، انا معايا كابتن احمد حسن كمان.